خلينا نمشي إلى العاصمة الأردنية حيث تشهد عمان حدث ثقافي فني مميز في 17 من الشهر الحالي يضم كوكبة من الفنانين التشكيليين الشباب تحت عنوان المعرض الجماعي للفنانين الصاعدين المحليين. نعم أمين، واللافت في هذا المعرض أنه يجمع لوحات 4 فنانات تشكيليات تحت عنوان المرأة. للحديث أكثر عن هذا المعرض وهدفه يسرنا أن نستضيف إحدى المشاركات فيه، الفنانة التشكيلية نسرين حدادين، مباشرة من عمان في فقرة أحداث ونشاطات. صباح النور نسرين. صباح الورد، يا هلا، صباح الخيرات. نسرين، أخبرينا عن بدايتك في عالم الرسم، ونحن هيك بنعرف انه انت عملتي مع الفنان التشكيلي الكبير ايمن غرايبي. البدايه مش مثل منذ نعومه اظافري، بس هي البدايه مثل كاي طفل طبعا، الالوان والرصاص متوافر قدامهم، متوفرين هدول المواد ليعبروا عن حالهم اكثر. بعدين صارت هوايه، بعدين من هوايه لشغف، ومن شغف صارت لحاجة أكثر إني ألاقي هذا العالم وأحس حالي كاملة قدام المساحات هاي البيضة اللي بكون قدامها كلوحة يعني. نسرين، لو كان تحكينا. بعدين صارت عذراً النقل النوعية، النقل النوعية كانت لما تلمذت على مع الأستاذ أيمن غرايبة، فهون صار الوعي والإدراك أكثر للمعنى الحقيقي للوحة أكاديمياً وإبداعياً. الآن خلينا نحكيه على هالمعرض اللي أنت تشارك فيه حاليا، لماذا تم اختيارك للمشاركة فيه؟ المعرض رح يتم بزارة جاليري فندق حياة عمان وتحت عنوان المرأة، وبالتأكيد رح يختاروا فنانين ملمين أو ميولهم الأكثر التعبير والرسم المرأة. نعم، طيب بدنا نعرف الأهداف من وراء هالمعرض. الأهداف هي الفكرة طبعا مش جديدة، ما الفكرة إلها من سنين طبعا، نرجع كيان المرأة اللي كان عمر العصور كانت من مقدسة لمدنسة. فالفكرة هون إنه مش جديدة، بس عم نحاول إنه كل حد بطرح موضوع شكل رسم، فن، كتابة، فهيك. نعم، بالنسبة لمشاركتك أنت نسرين، اخترت أن ترسم المرأة الأنوثة، فلماذا؟ هو مش خيار بقدر ما كان هو حاجة مثل ما حكيت من قبل. فلما صرت أرسم ردود الفعل استفزتني كثير، إنه صرت بدي إنه المرأة يعني ليش بنطلع لها، إنه حتى لو كان في جرأة بالرسم إنه ليه هيك بتطلعوا لها. فانه صارت عندي مستفزه الفكره، وصرت بدي اثبت اكثر انه المراه جسدا وروحا هي ايقونه مقدسه. نعم، تحدثتي عن الجراه بلوحاتك، هل تعتقدي انه الجراه هي سبيل للانسان يوصل رسالته بشكل، يعني على الرغم انه مجتمعنا العربي بيستهجنها للجراه بالرسم؟ مظبوط، هو اكيد مستهجنه بمجتمعنا، بس انا ولا يمكن ان اصل للجراه المهينة للمرأة. الجرأة الصادقة إنه ترسم بإحساس بدون تغليف بدون مغالاة، وزي ما حكيت لك إنه إحنا مجتمعنا ممكن نحكي عن دم، عن حروب، عن نصل لمستوى إنه التشويه، نركز على التشويه والقبح، فنسينا الجمال الداخلي اللي جواتنا، فإنه ليش ما نظهره؟ نعم صحيح، بما إنه جرأة مش مهينة. ونسرين كذلك تعتبر أنه داخل كل رجل امرأة من ناحية المشاعر والأحاسيس، يعني كيفاش تظهر هذا في من خلال لوحاتك؟ هو الأنوثة أو المرأة هي مش بس جسد، هي عواطف، حب، حنان، رعاية، اهتمام، فإنه الأمومة، فالأمومة مش بتقتصر بس على المرأة، يعني في رجال كتير من هاي الناحية يعني أحسن من المرأة أحيانا. بس هون إحنا تعودنا بمجتمعاتنا نقول بذواتنا حسب إنه شو المجتمع، حسب إنه المجتمع شو بيطلب منا أو شو هو قولبنا بهذا، أخذنا القالب هذا. فالفكرة
انه لازم شوي انه كل الطرفين اخذ دور معين وتكبل فيه، صار مقيد انه هيك مرأة هيك والضعف والرجل القوة. لا، فانا هو مش ما اظهرته، انا عم برسم باسلوب صادق وبسيط جدا، وردود الفعل للرجل الشرقي هون بتبين شو تفكير، مدى التفكير والوعي. نسرين، لما هيك بروح على معرض اللوحات دائما بحس انه اذا بطلع على صوره هيك بتجرد بحس انه دائما ناقصها انه يشرح لي الشخص اللي عمل او الرسام اللي عمل هاللوحه يشرح لي عنها اكثر، لانه عن جد حيصير لها معنى كثير اكبر. كيف بتوصفي علاقتك بلوحاتك اللي بترسميها؟ هو في البدايه انه عاده الكل بيطلب شرح اللوحه، ففي مقوله لبيكاسو بتحكي استمتع بتغريد الطيور بدون ترجمه، يعني شو ما كانت الطيور بتبكي بدك تستمتع بالتغريد، فالفكرة انه هي تستمتع بالجمال. وعلاقتي باللوحة هي الحرية الكاملة بإنسانية كاملة، فانه بلاقي حالي هناك بدون اي مجاملة بدون اي رتوش، فعلاقتي فيها صريحة واضحة. صح فيها صراع، فيها حوار، فيها أشياء كثيرة، بس بالآخر بلاقي حالي هناك. وإحنا قاعدين نشوف في بعض من الصور متاعك معنا هون في الاستوديو، وصراحة إبداع، يعني لازمنا أنه نشكرها عليه برشا هالإبداع هذا. بالنسبة لك أنت نسرين، يعني السؤال هو المصداقية الفنان من خلال لوحاته أو من خلال الفن اللي قدمه، إلى أي مدى تحس أنه اللوحات اللي إحنا قاعدين نشوفه فيهم فيها مصداقية كبيرة لنسرين؟ الصدق أساس بكل أي عمل بتطرحه للمجتمع، لازم يكون هذا الشيء. فلا يمكن تقدر تضحك أو تستغفل العقل وروح المشاهد أو المتذوق، هاي كتير صعب. نعم، يعني نسرين هيك كان عندي سؤال هيك سريعا بس أنه تحكي لي إياه. يعني رسماتك كتير حلوين بس، وكتير يعني كمان الموضوع كتير مهم. شو بتتخيل المرأة براس نسرين حدادين كيف بتكون؟ المرأة يعني هي مش بس فكرة المرأة، احنا هون المفروض نعيش حالتنا الإنسانية كاملة، رجل أو امرأة. نعم. قلت لك من قبل انه احنا اخذنا كل الطرفين، اخذ دور معين وتقيد فيه. نعم، يعني بتمنى لك التوفيق نسرين، وشكرا كثير على حضورك معنا. الفنانة التشكيلية نسرين حدادين كنت معنا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان. شكرا لك. شكرا.